الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل مش بيتفضل انت كلمه اتفضل انت الكلب هشرح لشيء خلصت وهالمره حاكد خلصت وفشلت T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12. عم تقلي القمر ما غيره مرتبط بالسياسة. شلون هيك؟ لأنه بتحس إنه الحراك السياسي والإنساني والمساعدات وما لف لفهم مرتبط بالقمر بالمد والجزر. القمر فايت بالحياة اليومية للسياسيين والسياسة الغربية من التبصير للصعود إلى القمر للمستذئبين. المستذئبين؟ أما في البلدان العربية فالقمر وخاصة الهلال المرتبط برمضان لطالما كان سبب خلاف وشقاق بين مختلف الدول العربية والإسلامية. شي بسمي هلال شيعي، شي بسمي هلال سني، شي بسمي هلال قطري بياخدوا على الاحتراف، شي بسمي هلال سعودي. وتنوعت الأهلة على الشعوب العربية والإسلامية وكل يغني على ليلى وأنا على قمري أغني الله الله يا مستر كونسبشن. بس لكل من مضيع بوصلته السياسية ما عليه إلا بمراقبة هلال ورمضان، بيفهم الخارطة السياسية بالمنطقة بكل تشعباتها. فإذا بتتابع السياسيين اللبنانيين بتلاقيهم بيتبعوا أمر السعودية باستثناء حزب الله وحركة أمل. اللهم إلا إذا كانت السعودية وإيران عم يعيشوا شهر عسل سياسي، ساعتها بيزبط شهر رمضان بلبنان السياسي. والنظام السوري هو كمان كان يشوف هلال رمضان مطبوع على الريال، بس مر الريال السعودي ومر الريال الإيراني حسب يعني. أما المعارضة السورية فشي بيصوم على تقويم قطري، شي على تقويم سعودي، وفي منهم ما عم يصوموا مو من مبدأ يعني يا مفطر يا بم، من مبدأ عنده عذر شرعي. عذرك معك بس هي القصة. طيب كيف بتقيم علاقتنا مع القمر بعيدا عن رمضان؟ لك القصة مو رمضان، هلأ هيك فهمت كل هذا الكلام؟ ناشي. بس على العموم كتير من العرب ما لهم شغلة ولا عملي غير يكذبوا قصة طلعت الأمريكان على القمر، وبيألفوا لك قصص وروايات الله وكيلك، وهنن كل علاقتهم مع القمر بتوقف على الأغاني العربية. وبالنسبة لهم آخر وأقرب علاقة شرعية بين القمر أو الفضاء شو كانت؟ سفرت محمد فارس على القمر وهداك السعودي شو كان اسمه؟ مشان هيك شفنا كيف إنه السياسة ما فيها تلعب بالقمر، بس القمر بيلعب بالسياسة. على هالسيرة وبالسياسة السورية ممكن تشوف نجوم الظهر، بس مستحيل تشوف لك قمر واحد. ايه وين بدي اقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير. هلا بدي اقولها. سجلت خلصت. طيب تابعونا.